امتلأت بهم الشوارع والساحات، فاجأوا الحكومة وأجهزتها فخرجت مستعيرة شماعات عفى عليها الزمن لتصنف المتظاهرين إرهابيين بعثيين مدفوعين من الخارج، وهذا ديدن الطغاة والمستبدين، من لم تستطع مواجهته شيطنه وألصق به التهم. فمن هم المتظاهرون؟ دراسة لمنظمة مجتمع مدني تناولت إحصائيات عن المتظاهرين مبنية على معلومات الجرحى في مستشفيات بغداد، فقد كان أكثر من 25% من المتظاهرين حاصلين على شهادة البكالوريوس، و30% منهم قد أكملوا الدراسة الإعدادية، بينما كان نحو 20% منهم دون ذلك. عاطلون عن العمل، موظفون مفسوخة عقودهم، جامعيون لم يجدوا ملامح مستقبلهم. كانت النسبة الأكبر للشباب الذين خرجوا في شوارع بغداد يطالبون بالتغيير، ما يعكس انتشار الوعي لدى جميع شرائح المجتمع العراقي بأن الحل في البلاد على يد الطبقة الحاكمة أمر ميؤوس منه. من غير قيادة ولا توجيه ولا دعم من أي جهة، كانت شرارة الانتفاضة الأولى، فقد وجد أغلب الشباب العراقي كل الدوافع للثورة على الواقع المتردي، فأغلبهم يقول إنه لا يملك حتى ثمن الحلم، ولا يعرفون حتى المصطلحات التي استخدمها فالح الفياض رئيس هيئة ميليشيات الحشد في شرحه سبب التظاهرات. يؤكد مراقبون أن نواة التظاهرات كانت من المناطق الفقيرة في بغداد مثل الصدر والشعب والحسينية وحيؤور والشعلة والبلديات والبنوك، باعتبارها خزانا بشريا بلا خدمات ولا تعليم ولا صحة يفتك بها العوز والفقر، كما أنها صارت وقودا لمعارك النفوذ وطموحات الميليشيات والأحزاب التي لا تعرف سكان تلك المناطق سوى بمواسم الانتخابات. الوضع السياسي المتأزم والفساد المترسخ في الدولة، بالإضافة إلى تدخل دول إقليمية في العراق وهيمنة الميليشيات على مقدرات البلاد، ولد احتقانا كبيرا في الشارع وخيبة أمل كبيرة بدت واضحة في تجاوز المتظاهرين كل المطالب إلى علاج المعضلة من الأساس، وهي إسقاط النظام. وعي ترسخ في عقول الجماهير التي ستصل لمبتغاها طال الزمان أو قصر.